الوضع الذي تعيشه مبادرة شعبية أطلقتها بعض المنظمات، منها تجمع العراق 2020 وتجمع منظمات صلاح الدين، لإعادة اللحمة العراقية والتكاتف بوجه ما يواجهه العراق من عقبات داخلية وخارجية فيها معالجات لبعض الملفات العالقة. نحن بصدد إطلاق مبادرة شعبية لإعادة اللحمة الوطنية. بالتأكيد الجميع يدرك أن هناك العراق الآن يمر بظرف بالغ الدقة وبالغ الحساسية. هناك انسحاب للقوات الأمريكية من العراق، هناك استهداف إقليمي واضح للعراق من مختلف الدول المحيطة به، هناك قصف مستمر للقوات التركية وخرق للحدود العراقية، هناك قصف للقوات الإيرانية، هناك محاولات للانتقاص من كميات المياه الواردة للعراق، هناك موضوع ميناء مبارك وغيره من القضايا التي تدلل على أن العراق يتعرض إلى استهداف إقليمي واضح بهدف إضعاف العراق. وفي نفس الوقت هناك للأسف الشديد لا زالت الكتل السياسية لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية في التعامل مع الوضع العراقي الدقيق ومع كل هذه الاستهدافات. المبادرة الشعبية لإعادة اللحمة الوطنية والتي تتألف مما يلي: أولاً ملف المساءلة والعدالة. 1- تجميد العمل بإجراءات المساءلة والعدالة حتى نهاية شباط عام 2012. 2- استكمال تشكيل هيئة المساءلة والعدالة قبل نهاية شهر شباط عام 2012. 3- اتخاذ كافة الإجراءات لغلق هذا الملف وبشكل نهائي قانونياً بانتهاء عام 2012. ثانياً ملف الأقاليم. 1- التريث في الدعوة إلى تشكيل الأقاليم في العراق وفتح باب الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة المحافظات إلى نهاية عام 2012. 2- إعادة النظر بقانون الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم بما يعزز الوحدة الوطنية ونظام الإدارة اللامركزية وفقاً لمبادئ الدستور العراقي. مبادرة لم تخلو من السلبيات، لكنها تدعو أساساً إلى وضع الخلافات الشخصية والجزئية جانباً والالتفاف حول عنوان المصلحة الوطنية العليا. نحن مع القانون في تطبيق أي فقرة من فقرات القانون التي تمس حياة الشعب العراقي. نحن لسنا مع تنظيمات البعثيين، نحن لسنا مع الأطراف التي تحاول أن تخلخل البلد، نحن ضد أي مشروع يقلل من قوة العراق الداخلية. وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرة في عنوانها الكبير، أشار المراقب بعض الازدواجية في ردود أفعال المؤسسين لهذه المبادرة. قناة رشيد الفضائية، علي رمضان.